يتجدد الموعد مع السعادة بمواجهة من العيار الثقيل لأهل القمة الأهلي والزمالك في تمام 7 من مساء يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بعد تحسينه وتحت مظلة تحكيم أجنبي كما هو معتاد منعا للقيل والقال. الأهلي جاهز تماما تحت قيادة لاسارتي. صحيح أن الفريق حرم من 9 لاعبين دوليين لمدة أسبوع لظروف الأجندة الدولية، علي معلول في تونس، جيرالدو في أنغولا، ناصر ماهر، كريم ندفد، رمضان صبحي، مصطفى شبير مع المنتخب الأولمبي، صلاح محسن، محمد هاني، عمرو السولية مع المنتخب الأول. يخوض 6 لاعبين القمة لأول مرة في حال وقوع الاختيار عليهم من قبل الجهاز الفني، وهم جيرالدو، حسين الشحات، ناصر ماهر، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، وعلي لطفي. قمة السبت تحمل الرقم 117 في بطولة الدوري فقط من أصل 216 مباراة بين الفريقين على مستوى جميع البطولات منذ 100 عام. في بطولة الدوري فاز الأهلي 43 مرة مقابل 26 مرة للزمالك، التعادل كان قاسما مشتركا في 47 مرة. الأهلي سجل 145 هدف مقابل 100 هدف للزمالك. لم ينسى مجلس إدارة الأهلي في ظل انشغاله برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مؤازرة الفريق، فحضر ميران الأمس مما كان له مفعول السحر على اللاعبين الذين تعاهدوا على العودة للقمة من جديد في حال تحقيق الفوز إن شاء الله. والمهم فالأهم قبل الفوز والخسارة أن يتحلى الجميع بالروح الرياضية، وذلك من على أرض الملعب أو خارج الخطوط، حتى ينعكس كل ذلك على الجمهور القليل المقرر حضوره لدواع أمنية وأيضا الجمهور في البيوت. اجعلوا القمة أنشودة حب تجمع أكبر فريقين في الشرق الأوسط، اعزفوا على أوتار الخلود في سجلات التاريخ، وإنا لمنتظرون.